رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 24 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وحلقة اليوم كحلقة الأمس مهمة جدا في حياة الزوجين. عنوان الحلقة: نقاط مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. الحياة فيها سرور وفيها شدة، فيها راحة وفيها تعب، فيها أبيض وفيها أسود، فيها عسر وفيها يسر، ولئن أتقنت حياة الراحة ينبغي عليك أن تتقن حياة الشدة، ولئن أتقنت حياة اليسر ينبغي عليك أن تتقن حياة العسر، وإلا لئن أتقنت طرفاً من هذه الحياة ولم تتقن الطرف الآخر وقعت في أزمة شديدة. نحن نتحدث في نقاط مهمة في احتواء هذه المشاكل. كانت النقطة الأولى في الحلقة الماضية أن تصلح ما بينك وبين الله حتى يصلح الله تعالى ما بينك وبين الناس. وكانت النقطة الثانية أن لا تحسب أن المشاكل شر كلها، بل في المشاكل خير مختبئ داخل هذه الشرور، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. النقطة الثالثة: تحدثنا عن 7 أمور لا تلجأ إليها إذا حدثت مشكلة بينك وبين أهل بيتك. الآن في النقطة الرابعة: واجه المشكلة بجلسة نقاش. أهم نقطة في موضوع المشاكل أن تجلس مع أهل بيتك، اجلس مع زوجتك جلسة نقاش، دعها تتحدث وتحدث أنت، اسمع منها ودعها تتكلم ولتسمع منك وأنت تتكلم، لتفهم وجهة نظرها في الأمر ولتفهم هي وجهة نظرك في هذا الأمر. لكن جلسة النقاش قالوا لها شروط. شرطها الأول أن تكون على انفراد، وسبق الحديث في المرة الماضية أن لا يكون فيها أولاد، أن لا يكون فيها جيران، أن لا يكون فيها أب أو أم أو خالة أو عمة، جلسة على انفراد. والشرط الثاني في هذه الجلسة أن تكون بعيدة عن الغضب. نحن نجلس لنتحاور لا لنتشاجر. بعض الرجال يقول: طيب يا أخي أنا ما أستطيع، إذا سمعت كلمة لابد أن أغضب. المرأة تقول: أنا لا أستطيع، مجرد أن أسمع كلمة سأبكي مباشرة، أو سأغضب مباشرة، أو سأصرخ مباشرة، أو سأولول مباشرة. لا، هذه الجلسة ينبغي أن تكون، حتى تكون مفيدة ينبغي أن تكون بعيدا عن عواطف الغضب. طيب إذا قال واحد: أنا ما أستطيع يا أخي، إذا غضبت ما أعرف إيش بساوي، ماذا أفعل حتى أخفف وتيرة الغضب عندي؟ عليك ب5 أمور لتسيطر على الغضب، وهذه هدية على هامش الحلقة، تفيد في العلاقات الزوجية وتفيد في سائر الحياة. إذا كنت إنساناً غضوباً تغضب سريعاً، ماذا تفعل حتى تخفف من وتيرة الغضب؟ الأمر الأول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني: غير وضعية حالتك الجسدية.
إذا كنت واقفاً اجلس، إذا كنت جالساً فاستلقي، إذا كنت مستلقي فتحرك حركة بسيطة، لكن الأفضل أن تقترب ما استطعت إلى الأرض. لماذا؟ لأن أناساً عندما يغضبون إذا كان واقفاً ربما ضرب بيده طاولة فكسرها، ربما دفع من أمامه فأدى إلى مشكلة كبيرة، لكن الجالس أقل سيطرة على ما حوله من الأشياء، والمستلقي أقل. أولاً استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وثانياً غير وضعية حالتك الجسدية. ثالث أمر، توضأ أو اغتسل بماء أقرب إلى البارد، ذلك لأنك عند الغضب تفرز من غدة في الجسم هرمون الأدرينالين، هذا الهرمون يسرع حركات القلب، وفي تسريع حركات القلب انتشار للدماء في أطراف الجسد، لذلك تزداد حرارة الجسد في أثناء الغضب. إذا أطفأت غضبك بماء بارد سيخف إفراز أو يخف هذه الحرارة في جسدك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإنما الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، إذا غضبت فتوضأ. الأمر الرابع وهو مهم جداً، لا تتكلم في أثناء الغضب، درب نفسك أن تصمت إذا غضبت، لأن رجالاً عديدين طلقوا زوجاتهم في أثناء الغضب، غضب غضباً شديداً فطلق زوجته، وربما امرأة تكلمت بكلمة سيئة جداً في أثناء الغضب زادت توتر المشكلة. لا تتكلم في أثناء الغضب. ذكر لي عن رجل أخطأ كثيراً في غضبه، وأخطأت زوجته أكثر منه في غضبه وغضبها، لقد حصلت مشكلة بين زوج وزوجته، غضب غضباً شديداً وغضبت الزوجة معه، قالت له زوجته: طلقني، إذا كنت لا تريدني طلقني. وسبق في الحلقة الماضية أن لا تطلبي طلاقاً حلاً للمشكلة، هذا ليس حل وإنما هو هروب. العجيب أن هذا الرجل في شدة غضبه قال: إذن أنت طالق. المرأة لم تكتفي، قالت له كمان مرة ثانية، فقال الزوج: طالق كمان مرة ثانية، قالت: لا يكفي مرة ثالثة، فقال: طالق مرة ثالثة. لقد طلق زوجته 3 مرات في جلسة واحدة لأنه تكلم، ولقد استجلبت هذا الطلاق من جراء كلماتها هذه. العجب أن هذا الرجل نفسه ذهب بعد أيام إلى القضاة الشرعيين أو إلى الشيوخ ليقول: هل يوجد طريقة لأرجع زوجتي؟ لقد تكلم في غضبه فأوقع نفسه في مكان ضيق جداً وفي مكان بعيد عن تقوى الله تعالى. إذا غضبت تدرب أن لا تتكلم، لا تتكلم وأنت غضبان، حتى إن الفقهاء قالوا: القاضي إذا قضى وهو غضبان حكمه لا ينفذ وإنما يدرس مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي أحدكم وهو غضبان. ما تقضي وأنت غضبان، ولا تتكلم ولا تتكلمي وأنت غضبانة. وكم من امرأة وكم من رجل تكلم بكلام وهو غضبان، ثم عندما ذهب الغضب قيل له: لقد قلت كذا في الغضب، يقول: أنا ما كنت أدري، بالله قلت كذا. وكم من امرأة تكلمت بكلام وهي غضبانة، لما سكن غضبها قيل لها: قلت كذا وكذا، قالت: والله أنا ما كنت أقصد هذا الكلام. لذلك إذا غضبت عليك بخمسة أمور: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، غير حال جسدك من وقوف إلى قعود ومن قعود إلى استلقاء، الوضوء، وأربعة لا تتكلم، وخامساً اكظم غيظك، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا كنت رجلاً املك غيظك، اكظم هذا الغيظ. وهناك حادثة تروى في كتب الأدب وكتب التاريخ بأن أميراً من الأمراء كان في جلسة مع من حوله وكان قد دعاهم إلى طعام، أدخل جارية عليه بإدخال الطعام إلى داخل الغرفة، كانت تحمل
وعاء فيه حساء فيه مرق حار، فلما اقتربت من صاحب الدار تريد أن تضع إناء الحساء وإذا بها تسقط، فيسكب الحساء على صدر صاحب الدار. الحساء حار وأمام الضيوف والمنظر ليس جيدا، غضب غضبا شديدا وأراد أن يعاقبها عقوبة شديدة، لكنه كان وقافا عند كلام الله تعالى وهي تعرف منه هذا الأمر، فقالت له: يا سيدي أرجوك اذكر قول الله تعالى في وصف المؤمنين: والكاظمين الغيظ. فلما سمع الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظي. لكن من الممكن أن يكظم غيظه الآن ويعاقب غدا. قالت له: والعافين عن الناس، في متابعة للآية الكريمة قال: لقد عفوت عنك، لن أعاقبك لا الآن ولا بعد الآن. قالت: يا سيدي والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. تدرب أن تكظم غيظك، والكبير هو الذي يستطيع أن يملك نفسه. والصغير، أتذكرون إلى أطفالكم الصغار؟ إنهم إذا بكوا لم يستطيعوا أن يسيطروا على شيء، وربما بال أحدهم في ثيابه لشدة بكائه. الصغير لا يستطيع أن يضبط شيئاً، لكن الكبير هو الذي يستطيع أن يضبط انفعالاته ويضبط حركاته. واجه المشكلة في نقطة رابعة في احتواء المشاكل الزوجية، واجه المشكلة بجلسة نقاش، لكن هذه الجلسة ينبغي أن تكون على انفراد، وينبغي أن تكون بعيداً عن الغضب، ويشترط أن تبدأ كلامك بها بأنا ولا تقل أنت. وأنت إذا كنت زوجة قولي أنا ولا تقل أنت. كيف؟ يعني لو نفرض أنك قلت لزوجتك: أنا لا أحب أن تخرجي من البيت إلا بإذن، وإذا خرجت ستحدث مشكلة. وحصل أن خرجت من البيت، وجئت أنت وقد خبرت بأنها خرجت من البيت وتضايقت ضيقا شديدا، وجلست معها في جلسة نقاش. لا تبدأ كلامك بأن تقول: أنت خرجت من البيت بدون إذن، ولكن قل: أنا قلت لك قبل الآن إني لا أحب أن يخرج أحد من البيت إلا بإذن، فلماذا لم تستأذني؟ ابدأ كلامك بأنا ولا تبدأ كلامك بأنت. وكذلك الزوجة، لا تذكر الخلافات القديمة. بعض الرجال أو بعض النساء في جلسة الخلاف يذكر قضايا حصلت معه من ليلة الخطبة أو من ليلة العقد أو من أول يوم في العرس، ويكون صار له متزوج 20 سنة، يقول: تذكري أنت بيوم العرس تبعنا كيف قلت لك ما بدي تصوير وجبت التصوير بيت أهلك من قبل 20 سنة؟ تتذكري يوم حفلة العرس كيف بنشرت السيارة تبعنا أنا وياكي؟ الله أكبر، بذكر قضايا من 20 سنة. يا أخي، نريد أن نحل هذه المشكلة ولا نريد أن نوسع الدائرة فنذكر كل القضايا التي مضت. ولا تنسوا يا أيتها الأخوات، ولا تنسى يا أيها الزوج، أن الزواج يحتاج إلى ممحات. إذا كنت ستسجل على زوجتك كل شيء فالصحائف ستغدو سوداء، وهي أيضا بإمكانها أن تسجل عليك كل شيء وصحائفك ستغدو سوداء. الزواج يحتاج إلى ممحات. امحو شيئا واذكر شيئا، عرض ببعض واذكر صريحا ببعض، وانسى شيئا. وهذا صفة الكريم والحليم، أنه لا يذكر كل السوء ولا كل الشرور. نحن نتحدث في طرق احتواء المشاكل الزوجية، ونحن في الفقرة الرابعة: أن تواجه المشكلة بجلسة نقاش. نتابع الحديث عن جلسة النقاش ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية التي تتحدث عن طرق احتواء المشاكل الزوجية. كنا نتحدث أنه من قواعد احتواء المشاكل الزوجية إقامة جلسة نقاش، لكن جلسة النقاش بينك وبين زوجتك تحتاج إلى شروط. الشرط الأول أن تكونا على انفراد، وأن تكون بعيدا عن الغضب، وابدأ كلامك بأنا ولا تبدأ كلامك بأنت. ثم لا تذكر الخلافات القديمة حتى لا توسع دائرة الخلاف.
الشرط الآخر في جلسة النقاش لا تعمم، يعني لا تقول كل عائلتكم ها هي طبيعتها، هذه طبيعتها، كل أخواتك البنات يتصرفن نفس التصرفات، كل مرة أقول لك أن لا تفعلي أنت تفعلين، وأنت لا تقولي لزوجك دائما أنت لا تعطيني المال الذي أطلب، دائما أنت لا تصدقني فيما أقول، من يوم يومك ما كنت أنت معي منيح. لا تعممي، حتى في العلم، حتى في الرسائل الجامعية العالية، حتى في الإجازات الجامعية العالية، يقولون إن من أخطاء التفكير العلمي التعميم، عندما تقول كل الناس أشرار خطأ، كل الناس أخيار خطأ، كل أهل الشام صالحون خطأ، كل أهل البلد الفلاني طالحون خطأ، كل الناس يحبون، كل الناس يكرهون. التعميم من أخطاء التفكير العلمي. أنت في جلسة النقاش لا تعمم، قل حدث الأمر الأول والثاني والثالث، حدث هذان الأمران ولم أرضى عنهما، لماذا؟ قولي له صار كذا وكذا وكذا، ما هو وجهة نظرك في هذه المسألة؟ لكن لا تقولي دائما أنت تفعل ودائما أنت لا تفعل، لا تعمم. ثم انتقد الفعل للشخص، يعني قل أنا لا أحب الكلام الكثير على الهاتف، ولا تقول أنت دائما تتكلمين على الهاتف وأنا لا أحبك، قل أنا لا أحب الكلام الكثير على الهاتف، قل أنا أشاهد بأنني عندما أعود إلى البيت لا أجد الطعام مهيئا وأنتظر ساعة ووقتي ضيق، ولا تقول أنت دائما لا تضعين الطعام في الوقت المناسب. انتقد الفعل، ما هو الفعل الذي أزعجك من زوجتك؟ أحيانا بعض الرجال يقول لزوجته أنت لا تعلمي كيف تدبر الأولاد، أنت لا تتقني عملك مع زوجك، أنت إنسانة غير جيدة. طيب لماذا أنا غير جيدة؟ قل لي لماذا أنا غير جيدة. ربما هي لا تعلم الأمر الذي أغضبك منها، اشرح لها الأمر الذي يزعجك حتى تبتعد عنه في المرة القادمة. الآن من شروط جلسة النقاش أن تتكلم وأن تدع الآخرين يتكلمون، يعني لا تستأثر بالحديث، كل الكلام تكلمته أنت، طيب دعها تتكلم، أبدا ولا كلمة، لا تفتحي فمك، الله أكبر، طيب دعني أتكلم أقول لك ماذا جرى، ربما تكون أنت المخطئ. وأحيانا بالعكس، المرأة ما شاء الله هي سريعة الكلام وهي سريعة الانفعال وهي التي تبكي وهي التي تشكي وهي التي تغوطن على الأرض. بعض النساء يتخذن هذا سلاحا، يعني إذا بدأت جلسة النقاش ترفع صوتها ثم تبكي ثم تتنفس تنفسا سريعا ثم بتقول له غوطنت جيب لي المي، حتى لا تدعه يتكلم معها شيء. تقول والله الحمد لله نجحنا، وربما علمت الجارة جارتها، تقول أبدا، إذا رأيت زوجك غضب اعملي حالك أنك دختي أو صفرنتي، هذا ليس حلا. لم يعلم زوجك ما المشكلة ولم تعلمي أنت منه ما المشكلة، والحق أن المشكلة لم تنحل الآن ولم تحل الآن ولم تصلح الآن، ولكن المشكلة تجتمع في قلبه أو تجتمع في قلبك. جلسة النقاش بحاجة إلى أن تتكلم أنت وأن تتكلم زوجتك، دعها تتكلم لتسمع منها. وآخر شرط في شروط جلسة النقاش، أنهي جلسة النقاش بمجموعة مقترحات فيها حلول، يعني لا تضع حلاً واحداً، أنا أريد كذا وكذا وكذا وفقط، أقول لك كلمة واحدة، إما تفعلي أو لا تفعلي، قولي الآن أوام، يا تفعلين يا ما تفعلين. ضع مجموعة اقتراحات، مجموعة حلول، بإمكاننا أن نفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أيها تختاري؟ تعالي نختار مع بعضنا البعض، اختارا واحد من هذه الحلول وابدأ مشيا نحوه. أنت لا تقولي أنا أحد أمرين، يا أمك في البيت يا أنا في البيت، ما هذا الخيار الصعب الذي وضعت نفسك فيه؟ مباشرة وبدون يعني تفكير يا أيتها الأخت سيختار أمه، لا تظني أن ابنا سيختارك على أمه، أبدا لا تضعي نفسك في هذا الخيار الصعب، ولا إن اختارك الآن بعد أسبوعين سيذهب عنك نحو أمه، لأن أمه
هي التي خرج من بطنها وهو الذي شرب من حليبها. لا تضعي نفسك في خيار صعب، أنا أو أمك. ضعي حلولا متعددة، إذا كانت أمه عندكم في البيت تتدخل في أمور كثيرة، قولي من الممكن أن يكون غرفة أمك، ما رأيك أن نضعها الغرفة الجانبية في البيت وهناك مطبخ خاص مثلا بها؟ ما رأيك مثلا نحن أن نعمل زيارات، نغيب أسبوع عن البيت ونحضر أسبوع في البيت؟ ما رأيك أن تكون أمك في زيارة في كل أسبوع في بيت أخ من أخي؟ ضعي مجموعة حلول. ما رأيك أن تذهب أنت وأمك في سيران في نزهة وترتاح أنت ووالدتك، ربما هي متعبة الآن، هذا الذي سبب شيء. ما رأيك أنا أن أذهب مثلا والأولاد نذهب إلى بيت أهلي يومين ثلاثة، يتغير الوضع ونعود؟ ما رأيك أن نغير ترتيب غرف المنزل؟ المهم ضعي مجموعة حلول ثم اختارا أنتما مع بعضكم البعض الحل الذي ترونه مناسبا. هذه هي جلسة النقاش، الفقرة الرابعة في طريقة احتواء المشاكل الزوجية. الآن الفقرة الخامسة، اعلم بأن الوقت كفيل بحل كثير من المشاكل. الوقت كفيل، كثير من الأمور تحل بالوقت. أحياناً بعض الأزواج تصير مشكلة، يريدون الحل في هذه الدقيقة، في هذه الجلسة، هذه الساعة، الآن، الآن نريد. يا أخي، رب العالمين وهو القادر على أن يخلق الدنيا بقوله كن فيكون، ما خلقها بقوله كن فيكون، وإنما خلقها بوقت، بأيام ستة، بأيام سبعة، ليعلمنا بأن الوقت مهم. فلا تنتظر أن تحل المشكلة الآن. مثلاً زوجتك يا أخي تستيقظ متأخرة، منذ تزوجتما وإلى الآن من سنة زوجتك كل يوم كل يوم كل يوم تستيقظ متأخرة. أنت تضايقت من هذا الأمر، أجريت جلسة نقاش، قلت يا بنت الحلال أنا عم بستيقظ على عملي الساعة سبعة، استيقاظك عم بيكون في الساعة الثامنة أو التاسعة، أنا أخرج من البيت دون إفطار، أتعب في عملي، ما هو الحل؟ الآن تدارسا مع بعضكم البعض، لكن اعلم بأن الوقت له دور. الآن زوجتك عمرها 20 سنة، هذه الفتاة صلى 20 سنة في بيت أهلها تستيقظ في مثل هذه الساعة أو 10 سنوات، لن تستطيع أن تغير استيقاظها بساعة واحدة. يعني لو توفقتما الآن وقالت لك خلاص لا تؤاخذني، أنا من الغد سأستيقظ في الساعة الخامسة، في الساعة السادسة لأجهز لك أمورك، الحق من الغد لعلها لا تستطيع أن تفعل، ولا بعد غد ولا بعده ولا بعده. نريد أن ننتظر وقتا، أياما وأحيانا شهورا، حتى تستطيع أن تغير برنامجها التي اعتادت في بيت أهلها. وهنا وبين معترضتين أقول للأهل الذين تقدم ابنتهم إلى الزواج، ابنتك الآن عمرها 16 سنة 17 سنة، لا ترضى أن تستيقظ ابنتك الآن في 9 صباحا؟ غدا إذا زوجت ماذا سيحدث مع زوجها؟ دربها وهي في بيتك على تحمل الحياة، المسؤولية الزوجية وهي في بيت أمها وأبيها، حتى إذا ذهبت إلى الزوج صارت مستعدة. اعلم بأن الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. الوقت مهم جدا في كثير من الأمور، حتى في الطب. أنت تذهب إلى الطبيب يعطيك دواء، أنت لا تشفى مباشرة، ربما شفاك الله تعالى بعد أسبوع، وربما بعد أسبوعين، وربما بعد شهر، وربما بعد شهرين، وفي بعض الحالات العلاجية المتعلقة بالدماغ بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات. المهم أن نستمر بالعلاج شيئا فشيئا ونصبر، عسى الله عز وجل أن يجعل فرجا. ثم اقبل أيضا بالحلول الصغيرة. أحيانا تكون مشكلة كبيرة، تقول الزوجة أنا من الممكن أن أصلح هذا الجانب، جزء من المشكلة الكبيرة. ارضى بالحل الصغير في خطوتين، بعد حين نتدارك الحل الكبير. إذا لم ينزل غيث كثير من السماء فمقبول إذا أكرمنا الله تعالى بالغيث القليل، فإن لم يصبها وابل فطل. إن لم يأتي مطر شديد كثيف متتابع إلى هذه الأرض فتنتفع به، اللهم فطل، يعني فالمطر الخفيف. ارضى بالحل اليسير في خطوتين نحو حل شامل كبير. النقطة قبل الأخيرة في طرق احتواء المشاكل الزوجية، التعايش مع المشكلة. الحق يا أيها الإخوة، ما كل المشاكل تحل،
في مشاكل مزمنة، يعني نقول في المثل العام في الشام فالج لا تعالج، في مشاكل مزمنة لا تحل، لذلك دبر حالك أن تتعايش مع المشكلة، وعلى كل الأحوال إن شاء الله من هون لمئة سنة بتروح المشكلة، لأنك بتروح أنت أو بتروح زوجتك وتنتهي هذه المشكلة. ما كل المشاكل تحل في نفس الدقيقة أو تحل إطلاقا، بعض المشاكل الحق أنها لا تعالج، وأنت فيك بعض العيوب لا تعالج، وزوجتك فيها بعض العيوب لا تعالج. اسعى بالعلاج وبالخير، إن قدر الله تعالى أن يكون كان، وإن لم يقدر الله تعالى أن يكون العلاج فالحمد لله على كل حال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كان بعض طلاب المعاهد الخاصة متفوقا في دراسته، فكان باستمرار في امتحاناته يأخذ علامة 98 99 97 هكذا، قريب من المئة، هو قريب جدا من المئة، لا يصل إلى المئة، يعني يبقى علامة ناقصة أو علامتان. قال له صاحبه مرة، قال يا أخي والله أنت شاطر كثير، إيش بس 98 99 كملهم هدول المية، يعني وصلهم للمية. قال والله لا أريد حتى لا أصاب بالعين وبالحسد، خلي ناقصة علامة. مرات في بيتك في مشكلة لا تعالج، معلش بلاش ما تصيبك عين، يعني إذا كانت كل مشاكلك وكل مشاكلك وكل أمورك تحل ربما تصاب بعين، احمد الله على كل الحال حتى لو وجدت المشكلة. آخر نصيحة في حل المشاكل الزوجية، استشر ثقة بعيدا، استشر من تثق به من الرجال، أو أنت من النساء أو من الرجال، على أن يكون ثقة موثوق بعقله وبدينه، وعلى أن يكون بعيدا. لا تستشر أباك وأمك، لأن عاطفة الأبوة والأمومة ستدخل في القضية وسيعلمان أمور بيتك. لا تستشيري أباك وأمك، أختك لا تستشيري، استشر ثقة بعيدا، لأن العواطف تلعب أو تفعل فعلتها في تحريك المشكلة باتجاه معين، لكن البعيد من تثق بدينه وخلقه من شيخ فاضل أو عالم فاضل أو عالمة فاضلة إن شاء الله يعينك في حل مشاكلك. أيها الإخوة، كانت هذه حلقتان تحدثنا فيهما عن نقاط مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. نسأل الله تعالى لكم حياة طيبة هانئة فيها الخير والبركة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم